تقول بأنها اعتمرت وحين مرت الميقات كانت كان عليها العذر الشرعي وأحرمت من الميقات، ثم جلست في مكة حتى طهرت ثم اغتسلت وأدت العمرة. فعلها صحيح، هذا هو المطلوب من المرأة عندما تكون حائضا، أنها عند الميقات تحرم ولو كانت عليها الدورة الشهرية وتبقى في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وأدت العمرة. فالذي فعلته الأخت الكريمة صحيح،